نستضيف من رام الله وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق صدر. مساء الخير سيد إسحاق صدر، أهلا بك إلى سكاي نيوز عربية. تحدثتم عن إمكانية قطع الاتصالات في الأيام المقبلة، كيف سيؤثر ذلك برأيك على الاتصال بطواقم الدفاع المدني، طواقم الهلال الأحمر لإنقاذ المصابين؟ يعني احنا بداية من اليوم بدأنا نفقد عناصر أساسية من شبكة الاتصالات أو بما تبقى من شبكة الاتصالات نتيجة 34 يوم الحرب اللي مرقوا، والفقد هذا نتيجة يعني انتهاء كميات الوقود اللي مخصصة لتشغيل الأنظمة الخاصة بقطاع الاتصالات. ينتهي مخزون الوقود في خلال ساعات يوم الخميس، فكان من واجبنا أنه نعلم الناس ونعلم المؤسسات عن ذلك. هذا من ناحية. بالنسبة لتأثيرها، هذا تأثير كارثي، وإحنا شهدناه في الثلاث مرات اللي تم قطع فيها الاتصالات مع قطاع غزة بشكل كامل. لا يوجد أي وسيلة اتصال ما بين المواطن والمؤسسات الإغاثية أو بين المؤسسات الإغاثية فيما بينها. يعني إحنا أطلقنا هذه الصرخة الأخيرة، بنأمل أنه في خلال الأيام القادمة يتم إدخال الوقود، ولا سيما لتشغيل جميع القطاعات ولا سيما قطاع الاتصالات اللي إحنا يعني وجهنا رسائلنا لجميع أنحاء العالم عن هذا الأمر. في أسوأ السيناريوهات سيد الوزير، على ما ستعتمدون في توجيه طواقم الإسعاف في حالات كهذا، حين يتم قطع الاتصالات في حال نفذ الوقود تماما؟ لا يوجد أي وسيلة، لأنه يعني موضوع التواصل هو بيعتمد على الاتصالات الأرضية والخلوية، وفي حال توقفت راح توقف، يعني راح يكون التوقف للشبكات الأرضية اللي الشبكات الخلوية تعتمد في عملها على الشبكات الأرضية. ففعليا لا يوجد أي سيناريو آخر يعني لتشغيل هذه القطاعات. هل لديكم أي تأكيدات من جهات معينة دولية بإمكانية إيصال الوقود، نظرا للأهمية فيما يتعلق بهذا الجهاز الحساس، الأطقم الطبية والهلال الأحمر؟ يعني احنا نتواصل مع المؤسسات الأمم المتحدة، ويعني لا يوجد أي تأكيدات، بالرغم انه احنا زودناهم بجميع المتطلبات والإحداثيات للنقاط التي يجب أن يصلها الوقود أو التي تحتاج إلى يعني عمليات صيانة أو إصلاح. لحتى الآن المتطلبات موثقة وموجودة عندهم، وإحنا كمان حتى أكثر من هيك حاطينهم على الخرائط اللازمة حتى يكون سهولة في عملية يعني إيصال الوقود أو عمليات الإصلاح. دعنا نتحدث قليلا سيد صدر عن وضع المدنيين الذين نزحوا من بيوتهم وأحيائهم في الشمال إلى الجنوب. هل طلعتم على أوضاعهم؟ يعني هل انقطعت الاتصالات بهم كونهم يعيشون وضعا مأساويا إنسانيا وصحيا؟ يعني بخصوص الاتصالات للنازحين، يعني المتوفر هو ما تبقى من يعني إمكانية استخدام الشبكات الفلسطينية. بخصوص وضع الناس من النواحي الصحية أو النواحي الإغاثية، يعني تناقش مجلس الوزراء في جلسة اليوم يعني هذه الأمور، ويعني الوضع ليس يعني لا يوجد كلمات لوصفه، لأنه انتشرت المجاعة بين الناس، انتشرت الأمراض، تنتشر الأوبئة، وهناك الكثير من يعني من
المرضى أو الذين يحتاجون إلى أجهزة الإبقاء على الحياة، يعني هم يعني حاليا يعني يعدون أوقاتهم يعني لحين استشهادهم، لأنه لا توجد مقومات يعني لاستمرار تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات. وإحنا كلنا شفنا كيف حتى المستشفيات لم تكن لها حصانة عند هذا الاحتلال المجرم. هل لديكم فكرة عما يتم التحضير له أو التدبير له في مستقبل غزة؟ يعني هناك العشرات من السيناريوهات، إحنا رسالتنا واحدة، غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، تمثيل فلسطين، غزة لم تخرج منها يعني السلطة حتى تعود إليها، ولكن هناك الكثير من السيناريوهات، وكل سيناريو هناك أهداف من خلفه. إحنا رسالتنا واحدة كما ذكر فخامة الرئيس في خطابه، إنه إحنا الحل الآمن للإسرائيليين والفلسطينيين هو الحل السلمي والعملية السياسية التي يجب أن تبدأ وتنتهي بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس بشقي الوطن وبدون أي تدخل من أي جهات خارجية. من هجروا ونزحوا إلى الجنوب، هل تتمسكون بعودتهم إلى أحيائهم وبيوتهم؟ نعرف بأن العديد من الأحياء والبيوت تم هدمها بفعل القصف الإسرائيلي، ولكن ما مدى تمسك السلطة الفلسطينية بعودة هؤلاء في أقرب وقت ممكن إلى أحيائهم وبلداتهم في الشمال؟ احنا متمسكين في كل شخص يرجع على بيته، رغم انه يعني اللي تضرروا 245 الف وحده سكنيه، 50 الف منهم دمرت بالكامل، واحنا مصرين انه هذه الناس ترجع على بيوتها، يتم اعاده اعمار كل ما دمرته الحرب بشكل سريع، ويعود كل شخص لمكان اقامته، لأن هناك يعني بعض الطروحات الخبيثة بالنقل المؤقت وغيرها. في القاموس الفلسطيني لا يوجد كلمة تهجير مؤقت، إحنا ولا يوجد يعني في القاموس الفلسطيني فكر يعني النزوح خارج حدود قطاع غزة. إحنا متمسكين بترابنا، المواطن الغزي رغم كل ما حصل له لن ولا يوجد هناك من يطلب أن يغادر غزة، لأنه جربنا المغادرة في 48 وفي 67 وهذا شلناه من قاموسنا. شكرا جزيلا لك الوزير إسحاق صدر، وزير الاتصالات الفلسطيني من رام الله، شكرا لوجودك معنا وقبولك دعوة سكاي نيوز عربية.